أطلقت اليوم وزيرة الصحة العامة غربتنا كارميل سوكات أعمال ورشة الحوار الوطني لدعم قطاع الصحة بالبلاد. الجلسة الافتتاحية حضرها ممثلون عن المنظمات الدولية والوطنية العاملة في المجال الصحي. عائشة أحمد دقي. الجلوس لوجه ووجه، ذلك لمعرفة الرأي والرأي الآخر بأسلوب حديث، هو ما تكفل به الصندوق العالمي لدعم مجال الصحة وكذا منظمة جافي بتنظيم ورشة الحوار الوطني لدعم قطاع الصحة، والذي جمع العديد من الخبراء والفنيين العاملين بوزارة الصحة العامة وشركاء التنمية في المجال الصحي. أثناء ترأسها لهذه المناسبة، وزيرة الصحة العامة أنغربتنا كرميل سوكات أشارت إلى أهمية توفير الخدمات الصحية للمواطن، وأن هذا ما تسعى إليه الحكومة مع شركائها عبر انعقاد الاجتماع الشهري للصحة، خاصة صحة الأم والطفل، مثنية على الجهود التي تقوم به منظمة جافي في دعم القطاعات الصحية للبلاد منذ عام 2003، وأنه خلال أعمال هذه الورشة سيرفع تقريرا مفصلا لبعض الأمراض والأوضاع الصحية وتحديد الميزانية التي تدفعها الحكومة لتحسين المراكز الصحية والمستشفيات بهدف التوصل إلى المبتغى المحدد لعام 2018 حتى عام 2022. وبقي أن نذكر بأن أعمال هذه الورشة ستستمر لمدة يومين وتحمل في طياتها العديد من المواضيع التي تسهم في تحقيق الكفالة الصحية في القطاعات الصحية بالبلاد. انطلقت اليوم أعمال القافلة الطبية الثالثة التي تنظمها الندوة العالمية للشباب الإسلامي بالتعاون مع مؤسسة القلب الكبير تحت إشراف إدارة الصحة العامة. انطلقت أعمال أول حفلة انطلاق رأسها مسؤول المناشط الصحية وزارة الصحة العامة ومسؤولي الندوة فضلا عن الطاقم الطبي السعودي. خليل حسن صالح. مستشفى الصداقة التشادية الصينية يستضيف للمرة الثالثة أعمال القافلة الجراحية التي تنظمها مؤسسة القلب الكبير بالتنسيق مع الندوة العالمية للشباب الإسلامي. قافلة تضم عددا من الخبراء والأخصائيين في العمليات الجراحية بمختلف تخصصاتها، جاءت من المملكة العربية السعودية لرسم الأمل ومعالجة بعض الأمراض المزمنة التي يعاني منها الضعفاء من المواطنين. المدير العام لمستشفى الصداقة التشادية الصينية الدكتور عبد الله آدم جرو رحب بالطاقم الطبي السعودي وتمنى لهم إقامة سعيدة وعملا موفقا. أما رئيس الوفد الطبي الدكتور فهد العبيدي فقد شكر مؤسسة القلب الكبير وإدارة المستشفى على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال. القافلة الجراحية لهذا العام تحوي على العديد من التخصصات الجراحية، رأسها فريق الجراحة العامة وجراحة الأوعية الدموية وجراحة المسالك البولية وجراحة العظام والجراحة التجميلية، نخبة من الأطباء الاستشاريين والأخصائيين في هذه المجالات مدعومين بفريق من التخدير يتمتع بكفاءة عالية طبي. من جانبه ممثل مؤسسة القلب الكبير المستشار جمع عربي أعرب عن فرحته بقدوم هذا الوفد وانطلاق أعمال القافلة الطبية، شاكرا الوفد الطبي والندوة العالمية للشباب الإسلامي على اهتمامهم بصحة المواطنين التشاديين. أما ممثل وزيرة الصحة العامة الدكتور روهينغالو دوندو قال إن هذا المخيم الطبي عمل إنساني له فوائد عديدة، أهمها توفير فرص العلاج للمرضى التشاديين دون تكلف عناء السفر والتكاليف الباهظة. كذا وقد توج هذا الحفل بزيارة الأقسام والمعامل الجراحية بالمستشفى إذانا ببدء أعمال المخيم الطبي الذي سيستمر حتى 16 من هذا الشهر، وعلى المرضى ضرورة الإسراء والقدوم إلى مستشفى صداقة التشادية الصينية للحصول على العلاجات المجانية. رأست اليوم الناطقة الرسمية باسم مؤسسة القلب الكبير حليمة السعدية علي حفل تسليم معدات لأسر الأطفال مقدمة من قبل شركة التكنولوجيا الحديثة. بحر الدين عبد الشافي الدود. دعما للسياسة الوطنية التي اتخذتها الحكومة حول الرعاية الاجتماعية والصحية للمواطنين،
قدمت شركة التكنولوجيا الحديثة معدات إنسانية، وهي عبارة عن 10 من الأسرة الحديثة للأطفال الصغار، وعن أهمية البرنامج الاجتماعي الذي تنفذه مؤسسة القلب الكبير لتحسين ظروف الحياة الإنسانية. تحدث مدير شركة التكنولوجيا الحديثة عن الهدف من هذه المساعدات. نوصفهم بيكون يعني أي حاجة نقدر نكونه يكون هنا في بلدنا، بس ما نقدر نمرق برا كنا يكون أي حاجة، أنا مستشفى أي شغل بس يكون ده نقدر نستعمله هنا ونكونه هنا ونستعمله هنا. عشان ده بس الفكرة دي جات وجد عليهم لفونداسيون غرانكر، نقول لهم يعني أي شغل بس كان دايرنا ده ما تقدروا تقولوا تجور نمشي برا نبو حاجة، ما في هنا في البلد ذاتك نقدر نكونه عشان القروش دي يقود في البلد ما يمشي برا. الناطقة الرسمية لمؤسسة القلب الكبير قدمت شكرها لمدير الشركة وعلى تفضله بتقديم هذه المساعدات الإنسانية. السراير الأشرة المقدمين للأطفال الهجابام ده نأكد له كي سراير ده يعني أنينا نستعملهم زي ما هو قال، نودهم إن شاء الله في أوبيتودول ويساعدوا الأطفال المردانين ويجيبون في سنتر دي سنتي هاجينا دول ممكن ما عندهم كل إمكانيات. هو قال يعني جست عقد بسيط، لكن أنا هنا نقوله في مؤسسة قلب الكبير ما في جست بسيط. هذا فإن ممثلة سيدة البلاد الأولى طلبت من المؤسسات الوطنية أن تحذو حذو هذه الشركة التي قدمت وما زالت تساعد في تنفيذ البرامج والمشاريع الوطنية التي وضعتها الحكومة حول الرعاية الاجتماعية والصحية.